قلت علاش ما نبروبوزيش اون ايدي تاع باسكو جامي عشنا في الجزائر، انا مرف بالفكاهه، عندي تجربه في الفكاهه. قلت الفكاهه دخلناها في كل الزوايا، الزوايا تاع العائلات المتوسطه، العائلات الشغل الفقيره، وحنا توجو نخمو باللي نفكروا راح احنا كنا صغار، كانوا السكتش تاع محمد الثوري الله يرحمه، بعد الاستقلال حتى في وقت الثوره كانوا هذوك السكتش تاع سيد علي فرنانديل ومحمد الثوري ورويش توجور نحسوا باللي يعني العائله، يعني الفكاهه عندها اون ريلاسيون ديريكت مع مع المجتمع، مع البساطه تاع المجتمع، مع العائلات البسيطه. قلت علاش ما نبروبوزيوش حاجه جديده، حاجه واحده اخرى فيها ريسك بيان سور، لان باش تقترح الفكاهه في عائله برجوازيه ما يسهل، ما يسهل صحيح. ففكرت قلت نعملوا في عائله برجوازيه هو خيال على كل حال، ما عندناش في ما شكيتش في الجزائر عندنا عائله.